فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. فمن جحد الإسراء أو المعراج أو أنكر ذلك فإنه كافر، فإنه كافر بالله عز وجل، لأنه منكر لما في كتاب الله وسنة رسول الله وما أجمع عليه المسلمون. وقد أسري به يقظة لا مناما، وأسري بروحه وجسمه عليه الصلاة والسلام. لم يكن الإسراء بالروح دون الجسم، ولم يكن مناما يعني حلما، وإنما كان يقظة. نعم، وهذا من آيات الله ومعجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم.